بسم الله نور على نور، والحمد لله الذي خلق النور، وكلم موسى على جبل الطور، وخلق الظلمات والنور. الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه، وأزهق الباطل فنحاه، وخلق الإنسان فسواه، وهيأ طعامه وسقياه، وشق سمعه وبصره ثم هداه. الحمد لله الذي ذلل بالموت رقاب الجبابرة، وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم بالموت من سعة القصور إلى ضيق القبور، ومن ضياء البهود إلى ظلمة الوحود. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الجهاد والدين، ودمر أعداء الدين. اللهم شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا، ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخذول ولا فاضح. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد،
واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفتحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وإلى أعلى جناتك سابقين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صدنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنابل والتراب وحدنا من لنا يا إلهنا يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم ثبتنا عند الموت وشخصت العينان وبردت القدمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة القريب. اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة القريب. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا وارحمنا إذا كفنونا وعلى الأسباب عملونا. اللهم ارحمنا يوم لا ينفع دواء الطبيب ولا بكاء الحبيب ولا دهشة القريب. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا وارحمنا إذا كفنونا وعلى الأسداف حملونا يصلون علينا ثم إلى القبور فرادى ساروا بنا وفي باطنها أغلقوا علينا بابها إلى منكر ونكير يسألوننا لا منجي عندها سواك يا أرحم الراحمين. اللهم توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. اللهم عافنا واعف عنا وعلى غير باب جودك لا تكلنا ومن خيرك لا تحرمنا ومن شر خلقك سلمنا. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة وعافية في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت
ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم واجعلنا فيه ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه، وأمنت له الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه، وأسكنته في الآخرة دار المقامة. اللهم إنا اجتمعنا في مسجدنا هذا، في مقامنا هذا، في ليلتنا المباركة هذه، فمنا المحسنون وأكثرنا مقصرون، ومنا الصالحون وأكثرنا مذنبون، ومنا الشباب ومنا الشيوخ، ومنا النساء ومنا الأطفال. اجتمعنا لنرجوك رجاء واحدا، ونسألك سؤالا واحدا، سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه، فأتاك مقبلا تائبا باكيا ذليلا معترفا نادما. اللهم ثبتنا عند الممات، اللهم ارحمنا قبل أن يدركنا هادم اللذات، قبل أن يقول الشاب منا وحسرته، ويقول الشيخ الكبير وشيبته، ويقول المذنب العاصي وخيبته. يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.